البرغي من مادة والخشر من مادة ومثبتين، سواء أكو بيناتهم قوة أو بالبداية ماكو قوة. فنبدي إحنا إذا ما عندي قوة بيناتهم بالبداية ويتعرضون إلى حرارة. بما أنه معامل التمدد لكل مادة يختلف عن المادة الثانية، فهنا مفترض مثلا ألفا مالت السليف اللي هو مالت الفشر أو مالت الإطار الخارجي أكبر من ألفا مالت البرغي. فش راح يصير عندي؟ راح يتمدد الإطار الخارجي لو كان حر. لاحظوا هاي العبارة المهمة، لو كان حر راح يتمدد الإطار الخارجي أكثر من البرغي الداخلي. لكن بما أنه الربط يجبرهم أن يكونون اثنينهم بمستوى واحد بطول واحد، معناه إيش راح يصير؟ معناه راح يصير أنه إحنا راح نجي ضمن هالمنطقة ونوقف ليكون هنا. فبهالحالة إيش راح نسوي؟ راح نرجع الإطار هاي المسافة. حتى نرجع على الإطار معناه راح نكبس الإطار وراح نسحب البرغي هاي المسافة. نسحب يعني راح نسوي تنشن على البرغي. الشرط الأساسي summation forces يساوي صفر، معناه التنشن فورس اللي راح تصير بالبرغي ناقص الكومبريشن فورس، وهي الناقص للكومبريشن اللي راح يصير بالإطار يساوي صفر. إذن القوة وليس الإجهاد، هاي ملاحظة مهمة، القوة وليس الإجهاد اللي راح تصير بالبرغي هي نفس القوة اللي راح تصير بالإطار. زين، إذا نجي ناخذ هاي المسافة من هنا لهنا، هاي ايش راح تساوي؟ راح تساوي مقدار التمدد الحراري للبرغي اللي هو ألفا L دلتا T زائد هاي المسافة اللي سحبنا بها نتيجة القوة واللي هي P L على E A للبرغي. زين، بينما من نجي إلى هاي الجهة، الجهة الثانية، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ألفا L دلتا T مالت الفشر اللي هو السليف هذا للبولت، هذا للسليف ألفا L دلتا T وصل لهنا ناقص E L على E A سليف، لأن وصل للأخير ورجع. بالتالي هذين الاثنين لازم يكونن شنو؟ لازم يكونن متساويات، لأنه راح تطلع هي نفس الدلتا، أخذناها من اليسار أخذناها من اليمين، هي راح تكون نفس الدلتا اللي هي هاي. بالنسبة للسليف ألفا سليف دلتا تي ال ناقص بي سليف ال اي سليف اي سليف اللي هي هاي، هاي نفسها تساوي ألفا ال دلتا تي للبولت اللي هي هاي و زائد مضاف إلها لأن صار تنشن E L على E A. بمجرد ما نعيد ترتيب هاي المعادلة راح تطلع عندي، يطلع عندي قانون اللي هو ال P sleeve يساوي P
بولت، لكن P sleeve راح يصير compression والP bolt tension. وعندي alpha sleeve ناقص alpha bolt delta T ES AS EB AB على ES AS و EB AB. هذا القانون أقدر أطبقه على كل حالة من الكومبوزيت بار مثل هاي، بشرط أن تكون كل الحركة ممنوعة. أن تكون كل الحركة ممنوعة، وبالبداية ما عندي قوة موجودة بالبرغي نتيجة شد أو ضب البرغي. زين، نيجي هنا، أنا عندي ألفا سليف وعندي ألفا بولت. معامل التمدد مال السليف ومالت البولت، إذا كان الألفا سليف أكبر من الألفا بولت والحرارة معناه شنو؟ معناه السليف راح يطول أكثر من البولت، فراح نرجع السليف، هذا راح يصير بي كومبريشن، ونسحب البولت، هذا راح يصير بي تنشن. لو الحرارة تنخفض سالب راح يصير العمل بالعكس هنا، هذا راح يصير تنشن وهذا راح يصير كومبريشن. طبعا هذا الحكي مو بالضرورة يكون سليف وبولت، دائما ايا كان معامل التمدد الاكبر في حالة ارتفاع الحرارة راح يصير بي كومبريشن، معامل التمدد الاصغر في حالة ارتفاع الحرارة يصير بي تنشن، بالعكس اذا انخفضت الحرارة. هنا ماخذ مثال على نفس الموضوع. المثال يقول عندي ألمنيوم تيوب، إذا هذا الإطار الخارجي هو من الألمنيوم، نعطيني مساحته، ما نعطيني أقطار وما له شنو، رأسا نعطيني مساحة مالت التيوب 600 مليمتر مربع. Used as a sleeve for steel ستيل بولت، وأيضا نعطيني مساحة الستيل بولت 400 مليمتر مربع. زين، هذا الحكي يقول لما كانت درجة الحرارة الابتدائية أو الحرارة الأولى 15 درجة مئوية، النت مشدود بحيث فقط رابط البرغي مع النت بدون وجود أي قوة بالبرغي أو بالنت، ما عندي أي ضغط، ما عندي أي خلينا نقول تايتنينج على النت. زين، بعد هذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 80 درجة مئوية، فطالب القوة اللي راح تصير بالبولت والقوة اللي راح تصير بالسليف. بالحقيقة هذا السؤال هو تطبيق مباشر على القانون السابق. هنا عندي الألمنيوم معامل التمدد مالته أكبر من معامل تمدد الحديد، إذا كان فري راح يطول الألمنيوم أكثر من الحديد، بما أنه إحنا ما نسمح للألمنيوم أن يطول أكثر من الحديد، لازم اثنينهم يكونوا نفس الطول، إذن الألمنيوم راح يصير بي كومبريشن لأنه هو أبو معامل التمدد الأكبر والحرارة ارتفعت، في حين البولت راح يصير بي تنشن.
إيش قد القوة اللي راح تصير بالبولت واللي راح تصير بالسليف هي تطبيق القانون بي يساوي ألفا ألمنيوم ناقص ألفا ستيل دلتا تي اي ستيل اي ستيل اي ألمنيوم اي ألمنيوم على اي ستيل اي ستيل زائد اي ألمنيوم اي ألمنيوم. طبعا هذا السؤال هو ما نعطيني بالسؤال القيم مالت الاي والالفا، لكن نعطيني التفصيل مالت المادة، وانا نعطيكم الجدول مال المواد وخواصها، فمن جدول المواد وخواصها نطلع القيم مالت الالفا ومالت الاي لكل مادة. بمجرد ما نعوضها هنا، لاحظ هذا ال 23 هو الالفا مالت الالمنيوم، ال 12 هو الالفا مالت الحديد، عندنا الاي 200 جيجا مالت الحديد، وعندنا الاي 73.1 اللي هو الاي مالت الالمنيوم. نكتبها هنا على صفحه حتى لا تدورون عليها. والاي مالت السليف والاي مالت البولت نعطيني اياهن اللي هو هذا الومنيوم وهذا ستيل، ودلتا تي نعطيني اياها دلتا تي يساوي تي 2 ناقص تي 1، والتي 2 هي 80 التي 1 15 راح يصير هذا 65. فبمجرد ما عوض هنا راح تطلع عندي قيمة البي اللي طالعة هنا 20.3 كيلو نيوتن. ومثل ما قلنا اللي معامل تمدد أكبر واللي هو عندي هنا الألمنيوم، إذن بي ألمنيوم 20.3 كيلو نيوتن كومبريشن، و بي ستيل راح يصير 20.3 تنشن هاي كيلو نيوتن. سميشن فورسز واحدة ناقص الثانية يطلع الناتج صفر. هذا السؤال مشابه للسؤال اللي قبله، بس خلي نشوفه. هنا أبراس سليف، هذا من البراس. الفرق هنا البراس ما نعطي يعني ما نعطيني مساحات مباشرة، نعطيني دايمتر داخلي ونعطيني دايمتر خارجي ونعطيني دايمتر مالت البولت. بمعنى السليف مساحته راح تصير الدائرة الخارجية ناقص الدائرة الداخلية اللي هي باي على 4 داخل قوس R outer تربيع ناقص R inner تربيع، وبالنسبة للبولت باي على 4 عفوا دي مو باي مو R. زين calculate the temperature rise، هنا هو رايد تغير الحرارة that is required to produce a compressive stress 25 ميجا باسكال. لاحظوا هنا نعطيني stress ما نعطيني force، أنا عندي القانون يحكي عن الفورس. زين in the sleeve، إذن الفورس بالسليف
يساوي 25 ميجا باسكال. Use the material properties as follows. Alpha steel ألفا سليف مو ستيل هاي ألفا سليف 21 في 10 سالب 6 إي سليف 100 جيجا باسكال ألفا بولت 10 في 10 سالب 6 إي بولت 200 جيجا باسكال. أنا القانون عندي شي يساوي البي يساوي ألفا سليف ناقص ألفا بولت لأنه هنا الألفا مال السليف أكبر من الألفا مال البولت. دلتا تي أي سليف بي سليف أي بولت إي بولت على إي بولت أي بولت زائد إي سليف أي سليف. السليف مع عمل التمدد مالته أكبر راح يصير بي كومبريشن. شنو قايل لي هنا؟ قايل لي الكومبريشن ستريس يعني الستريس بالسليف راح يساوي 25 ميجا باسكال. إذا أريد أحول هذا إلى ستريس لازم أقسمه على المساحة مال السليف. إذن أقسم المعادلة كلها على المساحة مال السليف راح يصير P على أي سليف اللي هو راح يطلع سيجما سليف يساوي هاي المعادلة بها أي سليف فوق فمن نقسمها راح يختصر راح يصير ألفا سليف ناقص ألفا بولت دلتا تي هنا راح يبقى عندي أي سليف أي بولت E بولت على E بولت A بولت زائد E سليف A سليف هذا يساوي 25. هذني كل الموجودات القيم ما عدا دلتا T فراح يطلع دلتا T في رقم على رقم من عند مباشرة يطلع عندي دلتا T اللي طالع 34 درجة مئوية. بالتأكيد بالتأكيد ما طول السليف اللي هو معامل تمدده أكبر صار بي كومبريشن إذن دلتا تي هي ارتفاع مو انخفاض زائد 34 درجة مئوية. عندي هذا A B C rigid bar وأكثر من مرة حكينا وقلنا rigid معناه ما ينعوج يبقى خط مستقيم مثبت على الأرض من خلال هنج بالنقطة B زين ومثبت أيضا من خلال pin أو اللي هو هنج إلى عموديين واحد من نقطة A هذه مواصفاته من الحديد والثاني بالنقطة C من الألمنيوم وهذه مواصفات. السؤال يقول Determine the stress in the aluminium rod if the temperature of the steel rod is decreased by 40 درجة مئوية. البار ABC ما بي وزن كبداية احنا راح نشتغل على شنو
راح نشتغل على الفري بادي دايجرام. الفري بادي دايجرام القوة اللي بالألمنيوم والقوة اللي بالحديد مفترضها راح تكون تنشن، مفترضها ليس بالضرورة أن تكون حقيقية. زين، أنا هنا شلون عرفتها تنشن؟ لاحظوا طالعة من المادة، طالعة من المادة، هاي المادة عندي، هذا هو البار. إذا السهم هالشكل طالع من البار وصاعد هذا تنشن، إذا السهم هالشكل جاي وداخل للبار هذا كومبريشن. فأنا عندي هسه السهم هو طالع من البار، إذا هذا تنشن. لاحظوا المعادلات المتوفرة من التوازن، عندي summation fx يساوي صفر، ما عندي قوة بالاكس. ما عندي هاي المعادلة ما تشتغل. عندي summation fy يساوي صفر. إذا استخدمت هاي المعادلة لازم أحسب ردود الأفعال اللي بالهنج، وبهالحالة ردود الأفعال اللي بالهنج راح ينضاف عندي رد فعل اللي هو rb، فراح يصير عندي عدد مجاهيل ثلاثة. إذا حتى ما أحسب rb لأنه ما أحتاج ما يدخل عندي بالشغل، هاي المعادلة أيضا ما راح تشتغل. بقت عندي، بقت عندي معادلة العزم. معادلة العزم هو حول النقطة B، وراح أخذ هذا الاتجاه موجب. إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي B ستيل في المسافة منا لهنا اللي هي 0.6 ناقص P ألمنيوم في 1.2 يساوي صفر. معناه راح يصير P ستيل يساوي 2 P ألمنيوم. هاي معادلة رقم واحد. هاي المعادلة بيها مجاهيل 2، هاي المعادلة بيها مجاهيل 2 اللي هي قوة الحديد وقوة الألمنيوم، بحدها ما أقدر أحسب بيها المجاهيل 2. هذا معناه شنو؟ معناه السؤال اللي عندي statically indeterminate. إذن راح أحتاج معادلة إضافية منين؟ من الكومباتيبلتي. شنو عرفنا الكومباتيبلتي؟ الكومباتيبلتي هي الشروط الموضوعة على الإزاحة على دلتا. شنو هنا الشروط الموضوعة على دلتا؟ بما أنه البار هو ريجيد، إذا البار راح يتحرك حول الهنج على شكل خط مستقيم اللي مبين عندي بهذا الشكل، كان أفقي اللي هو هذا الخط الأول، بسبب أنه الألمنيوم ارتفعت حرارته، فالألمنيوم من ترتفع حرارته راح يتمدد، من يتمدد راح يدفع البار إلى الأسفل. إذن راح يصير عندي دلتا ألمنيوم هنا. إذا البار نزل بهالنقطة بالمفصل ما يتحرك بس يدور، معناه هاي النقطة لازم ترتفع، فصار عندي دلتا ستيل. من تشابه المثلثات
دلتا ستيل هذا على المسافة مالته 0.6. هذا شنو معناه؟ هذا معناه ظل هاي الزاوية، هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية بالتقابل بالرأس، إذن راح يساوي دلتا ألمنيوم على 1.2. معناه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دلتا ألمنيوم شي يساوي؟ دلتا ألمنيوم يساوي هاي تيجي تعبر للجهة الثانية هنا 1.2 على 0.6، راح يصير 2 دلتا ستيل. هاي هي المعادلة الأساسية، بس هاي المعادلة الأساسية لازم أحولها إلى قيمها، أشوف قيمها منين تجي الدلتا ألمنيوم والدلتا ستيل. خلي نشوف هذا البار، لما الألمنيوم يتمدد هذا راح ينزل لهنا وراح يصير البار هالشكل. لو كان ما مربوط بالحديد بالنقطة الثانية، لكن بسبب الربط بالحديد بالنقطة الثانية معناه من نجي نريد نضغط على الحديد، الحديد راح يصير بقوة وراح يصير برد فعل، إذا ما راح يسمح لنا أن ندفعه مثل ما نريد، وإنما راح يقاوم. فمن يقاوم إيش راح يصير؟ راح يصير البار بهالمكان. زين، إذا نجي نحسب هاي الدلتا الأولى اللي صارت بالألمنيوم، منين إجت؟ إجت من الحرارة ألفا ال دلتا تي، بعدين نقص منها هذا نقص منها هذا، ومنو اللي زادت حرارته؟ إذا الستير رود، إذا الستير رود هنا هي اللي ارتفعت حرارته. ماشي نفس الحكي، بس راح يصير على الجهة الثانية. دكتور، يعني هسه احنا لو ما عندنا مسند، لو ما عندنا شنو؟ لو ما عندنا مسند، نعم، راح تصير الدلتا اي تساوي الدلتا سي؟ لا ما تساوي الدلتا سي اذا ما عندنا مسند. اي اذا ما عندنا مسند ما تساوي الدلتا سي. دكتور شام ورجل كل سوء، ليش ينزل كل سوء؟ أنا قلت ينزل خط مستقيم، بس ما قلت ينزل كل سوء. يعني هسه أنا من أقطع الـ A والـ C وما عندي مسند. أصبر لي بس، أصبر لي، أصبر لي. أنت عندك هسه هذا الرجل بار، تمام؟ نعم. هذا الرجل بار، هاي النقطة مربوطة بالألمنيوم وهاي النقطة مربوطة بالحديد، وبعد ماكو عندي مسند ثاني، صح؟ نعم. زين، شنو قايل هنا؟ إذا حرارة الحديد هنا decreased انخفضت، the steel rod the temperature in the steel rod انخفضت إلى 40 درجة مئوية، الحديد من تنخفض حرارته ايش راح يصير بيه؟ ينكمش، ينكمش يكسر. معناه هاي النقطة راح تيجي تصير هنا. زين،
الألمنيوم أكو بيشي؟ ما تغيرت حرارته ولا أكو بي قوة ولا أكو بي أي شيء، لأنه هذا ما بي وزن فما بي قوة. هذا البار راح يصير هالشكل، بقى خط مستقيم. لكن ما يصعد أفقي، يصعد أفقي بشرط. يصعد أفقي لو أنت عندك 3 بارز، هنا حديد هنا ألمنيوم هنا حديد، وهذا متناظر، هذا يكسر وهذا يكسر وهذا ما يكسر أو يطول، هنا غصبا عليه بما أنه متناظر لازم لو ينزل موازي لو يصعد موازي. راح ناخذ السؤال هسه يشبه، راح ناخذ السؤال يشبه هذا بال يعني ورا هذا السؤال، السؤال الأخير. زين إذا كان بي مو نقلك هذا للوزن، إذا ما همنا الوزن راح ينزل متساوي؟ لا ما ينزل متساوي دكتور، ما ينزل متساوي أبويا. أنت ليش مصر ينزل متساوي دكتور؟ يعني أقطع الألمنيوم والستيل وبوزن. إيه ماشي ماشي ماشي، أصبر علي بس. أنت عندك هنا راح يصير F ستيل، وهنا F ألمنيوم، وهنا عندك وزن. من معادلة الوزن، أولاً هذا statically determinant مو statically indeterminant، لأنه عندك معادلتين تشتغل. زين عندك summation of y يساوي صفر راح تشتغل، وعندك summation moment يساوي صفر هم تشتغل. فإذا W نعطيك إياه انت عندك مجهولين اللي هو الاف ستيل والاف الومنيوم، راح تقدر تحسبهم من هاي المعادلتين. فهذا statically determinant مو statically indeterminant. بعدين هنا انت اذا تباوع المقطع مالت الالومنيوم كمساحة كطول كمعامل يونغ يختلف عن مقطع الحديد كطول ومساحة ومعامل يونغ. اذا من تجي تحسب دلتا يساوي بي ال على اي اي، حتى وان كانت البي ستيل تساوي بي الومنيوم، لكن عندك ال ال والاي والاي مالت الستيل والالومنيوم ما متساويات. اذا ما ممكن تصير دلتا ستيل مساويه الى دلتا الومنيوم. فهنا هذا statically determinant مو indeterminant. الاستاتيكالي انديترمينات راح يصير عندك شروط على الإزاحة، بالاستاتيكالي ديترمينات انت ما عندك شروط على الإزاحة. الإزاحة هي من كيفها تطلع بدون أن تخلي عليها أي شروط، لأن ما عندك استاتيكالي انديترمينات. واضحة هاي؟ ما جاوبوني يعني مو واضحة. لا واضحة. زين خليني اجي انفصل هذا البيم. هذا عندي البيم بموقعه الاصلي، هاي النقطه هنج تسمح لأن يدور بس ما تسمح له أن يتحرك يصعد أو ينزل. الحديد صار بانخفاض بدرجة الحرارة، فإذا صار بانخفاض بدرجة الحرارة معناه راح يكسر، حتى يكسر هاي النقطة تصعد. فإذا هنا ما مربوط بالألمنيوم هذا راح يصير هالشكل، بس الألمنيوم أكو بي ستيفنس، من نجي نريد نسحبه
ما ينسحب كأنما مقطوع، راح يقاوم. إذا من راح يقاوم؟ مش راح يصير، راح يصير عندي الحالة بالنص. بالنص يعني in between، ما أقدر أقول بالنص بالضبط. راح يصير عندي هالشكل. هاي الإزاحة بسبب الحرارة مالت الستيل اللي هي ألفا L دلتا T. بس هو ما بقى هنا، بسبب القوة اللي صارت عليه نتيجة سحب الألمنيوم رجع من جديد إلى هاي النقطة. هاي المسافة منا لهنا هي ناقص في L على E A. هذا وين؟ هذا بالستيل. إذا هاي يساوي الدلتا ستيل، بينما الدلتا مال الألمنيوم هي منا اللي هنا، وهاي الدلتا مالت الألمنيوم اللي صارت. صارت ليش؟ لأنه صار سحب، صار أكو قوة، ونتيجة القوة صار أكو ستريس، نتيجة الستريس صار أكو سترين، والسترين اللي هو دلتا على L. إذن هاي هي فقط في L على E A بالألمنيوم. أجي هسه أعوض هاي هنا، هذا راح يساوي P ألمنيوم، L ألمنيوم على E هاي الثانية الموجودة بالقانون. الدلتا ستيل هي هاي ألفا L دلتا T ناقص T L على E A ستيل. كل القيم موجودة عندي، كل القيم موجودة عندي ما عدا بي ألمنيوم وبي ستيل. إذن هاي راح تنطيني شنو؟ راح تنطيني معادلة بها بي ألمنيوم يساوي بي ستيل، وعندي هاي معادلة بي ألمنيوم وبي ستيل. صار عندي معادلتين بمجهولين أحلهم، راح تطلع عندي البي ألمنيوم والبي ستيل. البي ألمنيوم طلعت 11340 نيوتن، البي ألمنيوم طلعت تنشن لأنه هذا يريد يصعد لي فوق، فهذا ينجر، أنا فارضها تنشن، إذا طلعت موجبة صحيح. زين، determine the stress in the aluminium، هو بس طالب stress in the aluminium، فطلعنا القوة اللي بالألمنيوم وقسمناها على مساحة الألمنيوم، راح يطلع عندي stress اللي بالألمنيوم. لكن إذا أريد أعرف القوة اللي بالستيل شنو راح تطلع؟ راح تطلع tension low compression، لا أيضا تطلع tension. ليش؟ لأنه هو المفروض يجي لهنا نتيجة تقلص الحرارة، انخفاض الحرارة، بس هو رجع لهنا. من رجع لهنا معناه شنو صار عليه؟ معناه صار عليه سحب. السحب إذا هو أيضا tension، فصارت عندي حالة tension بالألمنيوم وحالة tension بالستيل. أنا فارضهم اثنينهن tension بالبداية، يعني المفروض الناتج يطلع اثنينهن موجب. A rigid horizontal bar.
لاحظ هذا أفقي ورجد مربوط بهاي النقطة إلى الحائط باستخدام هنج. هنج يعني معناه هذا ممكن يدور يجي هالشكل أو ينزل هالشكل لكن ما يتحرك لجوه. يدور نعم بس ما يتحرك أعلى أسفل. زين هذا نيجليجبل ماس يعني ما بي وزن، مربوط إلى تو رودز شيشين، واحد من البراس بالنهاية والثاني من النحاس على بعد 3 متر من الهنج. زين calculate the temperature change، احسب التغير بالإجهاد بالحرارة عفوا that will cause اللي راح يسبب لي a tensile stress، tensile shed يعني راح يطول، a tensile stress of 90 ميجا باسكال in the brass، هذا البراس. حتى يصير شد بالبراس معناه البراس راح يطول، حتى يطول البراس معناه هذا البار لازم ينزل لجوه. زين نجي نرسم فري بودي دايجرام. هذا عندي البار الأصلي مالتي، جاي يقول tension stress بالبراس يعني tension force، فلي قدامه خليها tension بعد ما يراد لها هاي عرفة، رأسا أخلي tension بمكان البراس. إحنا قلنا حتى يصير tension بالبراس هذا لازم ينزل للأسفل، إذا نزل للأسفل معناه النحاس راح ينضغط، معناه النحاس راح ينضغط. أقدر أخليها من البداية ضغط، وأقدر حتى ما أدوخ روحي بهاي الاستنتاجات رأساً أفرض أنه كل القوى مالت ردود الأفعال هي تينشن وبعدين أشوف الناتج شنو يطلع. ففرض قوة البراس تينشن وفرض قوة النحاس أيضاً تنشن. هسه يسألني واحد يقول لي استاذ شلون النحاس تنشن وهو لي جوه بينما البراس تنشن وهو لي فوق؟ اكو واحد يفكر هالشكل ولا ماكو؟ تنشن على الرجل وليس على البراس. احنا قلنا التنشن والكومبريشن هو على اتجاه السهم، فاذا اتجاه السهم طالع من المادة هو تنشن، إذا اتجاه السهم داخل إلى المادة فهو كومبريشن. أنا عندي بهذا طالع من المادة وعندي بهذا أيضا طالع من المادة، إذن اثنينهم تنشن. أجي على معادلات التوازن، summation fx ما عندي لأن ما عندي قوة بالإكس، summation of y إذا أريد أدخلها راح يدخل عندي رد الفعل هنا وراح يصير عندي ب مجهول إضافي، فما راح أحتاجها أتخلى عنها وأتخلى عن المجهول الإضافي لأن أنا ما عندي هذا الرد الفعل هنا ما يفيدني بالحسابات بشيء. إذا إيش بقى عندي؟ بقى عندي فقط معادلة العزم، آخذ عزم حول هاي النقطة راح يصير عندي البي براس في 5 ناقص البي نحاس في 3 يساوي 0، اللي هي هاي المعادلة، 5 بي براس ناقص 3 بي كوبر يساوي 0. هو حاكيني هنا عن ستريس، فرأسا بالسؤال أنا حقيقة ما أحب أحل بهاي الطريقة، يعني أحب نبقى نتعامل مباشرة مع القوى، فخليها
خمسة تي براس ناقص ثلاثة تي نحاس يساوي صفر. دكتور نعم، أنا بنفس هاي الطريقة فكرت أحل سؤال الكويز إنه قبل عقب، ما عندي مشكلة أشتغل بأي طريقة، بس أنا أفضل أتعامل ويا القوى وبعدين أطلع الإجهادات. زين، هاي هاي هسه أنا شنو قايل لي؟ قايل لي التنسايل ستريس بالبراس، إذن هو محدد لي التنسايل ستريس بالبراس شقد 90 ميجا باسكال، معناه 5 الستريس اللي هو بي على اي، تمام؟ فبي براس خلي نحل هالشكل، سيجما براس من هو هذا اللي جاي يريد يدخل ساعة 9 إلى 10؟ سيجما براس يساوي 90 ميجا باسكال، واللي هو يساوي بي براس على اي براس. الاي براس 1200، اذا بي براس راح يساوي 1200 في 90 108,000 نيوتن. وهاي تنشن، يعني هو قايل تنشن. أجي هسه أعوض هنا 5 في 108,000 تقسيم 3 تقسيم 3 راح يساوي 180,000 نيوتن، وطلعت أيضا موجبة يعني أيضا تينشن، هاي يساوي بي كوبر. إذن القوة اللي راح تصير بالكوبر هاي، لا مو تنشن، هاي هنا راح يطلع كومبريشن لأنه أنا ما أخذها سالب، سالب من العزم تنشن، صحيح تنشن، لأن هذا من ينزل لي جوا راح يصير هنا تنشن، بس هذا هنا راح يصير عندي كومبريشن. خلي نشوف هسه، هسه الناتج هنا طلع عندي 180,000 نيوتن حسب هذا
الحكي زين. اجي هسه احتاج شنو؟ احتاج دلتا تي. دلتا تي ما بقت عندي معادلة للدلتا تي من التوازن. اذا منين لازم اجيب الدلتا تي؟ لازم اجيب الدلتا تي من الكومباتيبلتي. الكومباتيبلتي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي من تشابه المثلثات. دلتا كوبر على 3 يساوي دلتا ألمنيوم على 5. يعني دلتا ألمنيوم راح يساوي 5 على 3 دلتا كوبر. زين الدلتا ألمنيوم منين راح تجي؟ أنا عندي الدلتا النهائية هي هاي. عندي الدلتا النهائية هي هاي. نتيجة القوة بس انتبهوا لي على هاي المعادلة. الدلتا اللي صارت بالكوبر. الدلتا اللي صارت بالكوبر. دلتا ثيرمال راح يخلي الحرارة راح يخلي دلتا تصعد لي فوق. الدلتا بالقوة اللي هي هاي القوة راح يخلي الدلتا تنزل لي جوا. إذن الدلتا النهائية هي الفرق بيناتهم اثنينهم، الحرارة للأعلى والقوة للأسفل. إذا نجي على البراس، هنا القوة راح تصير للأعلى، إذن نتيجة القوة راح يصير الديفورميشن للأعلى، وإحنا أخذنا الديفورميشن للأعلى موجب، أخذنا هنا نتيجة الحرارة للأعلى موجب، إذن هنا راح يصير القوة للأعلى موجب، الحرارة راح تصير عندي هنا سالب، راح تخليه يرجع، لما ترتفع الحرارة راح ينزل لي جوا، راح يصير سالب. إذن هنا صارت العملية بالعكس، هنا الحرارة للأعلى القوة للأسفل، هنا القوة للأعلى الحرارة للأسفل. إذن الدلتا النهائية بالكوبر هي دلتا ثيرمال ناقص دلتا فورس، بينما بالبراس هي دلتا فورس ناقص دلتا ثيرمال. انتبهنا عليها هاي؟ افتهمناها لو بعدنا؟ زين خلينا نحكي بالشكل التالي. انا عندي هذا الخط، الحركة للأعلى موجب، الحركة للأسفل سالب، أو أخذها بالعكس، للأسفل موجب للأعلى سالب. عادة الكتب، أغلب الكتب تتعامل ويا الحركة بهالشكل هذا، مو اتجاه القوة، اتجاه الإزاحة، يأخذون اتجاه الإزاحة للأعلى سالب وللأسفل موجب.
زين، خلي نبدي بهذا. الكوبر، القوة اللي طلعت بي شنو؟ ما حد يحكي. تنشن دكتور. تنشن. التنشن وين راح تجيبه؟ للأسفل. راح تجيبه للأسفل. ماشي. إذا دلتا فورس، إذا أخذنا على هذا الترتيب راح تكون موجب. وإذا أخذنا نعم نعم موجب تمام. إذا أخذنا على هذا الترتيب راح يصير موجب، وإذا أخذنا على الترتيب السابق راح يصير سالب. خلينا على هذا، ما عندي مشكلة. زين، لأنه تينشن، لا لحظة، عفوا، التينشن يعني شنو؟ التينشن يعني شنو؟ يعني هذا راح يطول، تمام؟ روح لعبنا هسه. هذا عندي، هذا عندي الرجل بار، هاي المكان مالت الكوبر، مالت النحاس. قوة النحاس شنو صارت؟ تنشن، مو صح؟ نعم. قوة النحاس تنشن. التنشن يعني ايش راح يسوي للبار؟ راح يطول، مو تمام؟ التنشن معناه البار راح يطول. وياي لو مو وياي؟ وياك. التنشن تخلي البار يطول، هو من جوه ثابت بالأرض، فإذا يطول وين يروح؟ شبيكم؟ صار بكم رشن دكتور عاكس حبيبي. هسه أنا عندي تنشن، عندي القوة طلعت هنا تنشن، ما يصير بكم رشن. هاي القوة هنا، القوة اللي طلعت بالنحاس هي تنشن 18000 نيوتن. فإذا تنشن أنت عندك شيش مثبت بالقاع وتسحبه راح يطول، يطول وين يروح؟ يصعد دي فوق، صح لو مو صح؟ لأن مثبت بالأرض. لأنه مثبت بالأرض، من يطول راح يصعد لي فوق. إذا راح يصعد هاي المسافة، بما أنه أنا ماخذ الاتجاه للأعلى سالب، إذا هاي الدلتا فورس راح تصير سالبة. زين، خلي أتوقع تغير الحرارة راح يكون شنو؟ راح يكون انخفاض حرارة، لأنه أنا ما أريد يصعد لي فوق، أريد ينزل لي جوا. حتى ينزل لي جوا معناه الحرارة إيش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها انخفاض. فالانخفاض راح ينزل الطول، من ينزل الطول راح يصير اتجاه الحرارة بهالشكل. هذا الاتجاه اللي للأسفل هو شنو؟ هو موجب. إذن الدلتا مالت الكوبر شي يساوي؟ يساوي الدلتا فورس ناقص الدلتا ثيرما. هذا بالنسبة للكوبر. لاحظوا هنا أنا طلع عندي عكس ما موجود بالكتاب، ما عندي مشكلة. هسا نشوف، نجي هسا المن، نجي هسا للبراس. هذا هو البراس، البراس مثبت من فوق، صار عليه تينشن، راح يطول إلى الأسفل. إذن
دلتا فورس راح يصير موجب. تنخفض الحرارة راح يصعد للأعلى. دلتا تي سالب. إذن دلتا براس راح يساوي دلتا فورس ناقص دلتا ثيرمال. العملية صارت مو متساوية، مو تمام؟ مئة وثمانية ألف عفوا. تنشن هاي نمسحها. لاحظوا ضاعوا لي على هذا المثلث. هذا المثلث عندي البراس النحاس عفوا من ترتفع حرارته يصعد لي فوق. أخذت الفوق موجب. بعدها نتيجة القوة بين الاثنين القوة نزلت لي جوا، فالدلتا النهائية مالته صارت باتجاه الأسفل اللي هي دلتا ثيرمال اللي هي للأعلى ناقص دلتا فورس اللي رجعته للأسفل حتى ينزل المثلث للأسفل. هذا دلتا النحاس. نجي على دلتا البراس. البراس ارتفعت حرارته نزل للأسفل. إذن دلتا ثيرمال نا سالب اخذته للأسفل. القوة قللت من هذا الانخفاض رجعت إلى هنا. إذن دلتا فورس موجب، فصار الدلتا مال البراس يساوي دلتا فورس ناقص دلتا ثيرمال، بينما هنا صار عندي دلتا ثيرمال ناقص دلتا فورس. ليش؟ هنا الحرارة قلت يصعد دلتا ثيرمال، إذن زائد هنا الحرارة خلتها ينزل دلتا ثيرمال سالب. هذا ما بقى بسبب الحرارة بهالمكان حتى لا ينعوج، لأنه هذا إذا أريد أوصلهن راح يصير عندي البار هالشكل. بما أنه البار اللي عندي هو رجد ما ممكن ينكسر، إذن صار الاتفاق أنه راح ينزل هالشكل. حتى ينزل هالشكل معناه هذا هنا لازم يرجع هاي المسافة. اللي هي دلتا فورس
اللي بالازرق دلتا ثيرمال، اللي بالاخضر دلتا فورس. الدلتا ثيرمال اخذته لي فوق، الدلتا فورس رجعته لي جوا. هذا الدلتا ثيرمال اخذته لهنا، الدلتا فورس رجعته لهنا، فالدلتا ثيرمال هي سالبة، الدلتا فورس اخذته لي فوق هي موجبة، فصارت العلاقة بهالترتيب هذا. أتمنى هالمرة افتهمتوا. ما حد يحكي. على كل حال الدلتا ثيرمال هي ألفا L دلتا T، الألفا موجود والL موجود، الدلتا T احنا نريدها. الدلتا فورس P L على E A، البي مطلعيها لكل واحد منهم، الL موجود، الE والA موجودة، أعوضها. نفس الشيء بالنسبة للبراس، القوة مالت البراس موجودة والL والE والA موجودة، الدلتا ثيرمال مال البراس ألفا L دلتا T براس، الألفا والL موجودة، الدلتا T هي نفس الدلتا T مالت الثيرمال. إذن راح يصير عندي معادلة بيها فقط مجهول الدلتا تي، أحلها تطلع عندي قيمة الدلتا تي 56 درجة مئوية. أكو سؤال وأروح السؤال المثال الأخير اللي بقى عندنا. فوزي شو ما تحكي دكتور؟ بس يعني هاي مع التشابه المثلثين وتمام فهمت هيك. انت تريد هسه هاي الدلتا النهائيه شلون طلعناها لو شنو لو فهمتها دكتور؟ فكرت فيها بس ما قلت، يعني انه الحراره ما فرضت فيها، أنا ما جت ببالي إنه أفرض إنه هنا أنا صار نقصان بالحرارة فهذا راح يكسر وراح والثاني. باو يعني خل نأخذ سلايد جديد، نأخذ سلايد جديد وخل نشرحها على السلايد الجديد. احنا البار اللي عندنا هو هذا، تمام؟ تمام زين. من اخذنا تشابه المثلثات اعتبرنا انه البار اجى صار هنا، عدل؟ نعم. زين صارت هاي دلتا مال نحاس وصارت هاي الدلتا مالت الألمنيوم، وهاي المسافة 3 هاي المسافة 2، إذن دلتا كوبر على 3 يساوي دلتا ألمنيوم على 2.35. إذن دلتا ألمنيوم يساوي 5 على 3 دلتا كوبر. الحد هنا هسه زين دكتور؟ عادي دلتا سي على 5، دلتا سي على دلتا اي ما يفرق يعني تجي تساويها دلتا سي يساوي 3 على 5 دلتا اي، ماكو فرق، القاعده الكبيره على القاعده الصغيره ماكو، نفس الشيء، هي ما يفرق اي شيء، او دلتا سي دلتا اي على دلتا سي يساوي 5 على 3 ماكو فرق، هو بالتالي راح يطلع نفس الناتج. زين هسه خلينا نعيد الرسم هنا من جديد. ونفسه أعيده هنا،
البار كان بهذا المكان صح؟ صح. زين، إذا ارتفعت حرارته ايش راح يصير به؟ يكسر. إذا هو بهذا المكان من ترتفع حرارته، من ترتفع حرارته شو يصير به؟ هو مربوط جوه، إذا ارتفعت حرارته شو يصير به؟ يطول له يكسر، والوزن مو يصعد. ما عندك وزن، ما عندك وزن، فإذا يطول، يطول يطول ثابت من الأسفل ما يقدر يتحرك، فشلون يطول؟ يصعد لي فوق. تمام؟ نعم. هاي دلتا فيرما، بس احنا ما رسمنا المثلث، قلنا راح ينزل لهاي النقطة، اذا منو اللي راح ينزل لهاي النقطة؟ القوة. القوة هاي دلتا فورس. اختار ياهو تريده موجب الاعلى لو الاسفل حتى نشتغل عليه. انت قلنا النازل هو السالب، النازل سالب، اذا راح يصير الدلتا كوبر يساوي دلتا ثيرمال ناقص دلتا فورس، لان هذا راح ينزل لهنا في حين هذا راح يصعد إلى هنا. هل هاي واضحة؟ واضحة. تمام. زين. من نجي على هذا النقطة الثانية. هذا إذا ارتفعت حرارته وين راح يروح؟ ينزل الأسفل، لكن لكون هذا ريجيد بار ما راح يخليه يطول براحته مثل ما يريد، راح يخليه يتوازن ويا النحاس، فراح يصعد لي فوق، إذن راح يصير راح تقول لي ليش افرضت الدلتا تي كبيرة بحيث القوة تصعد لي فوق، مو هالشكل؟ اي والله دي تقلق دكتور. اي والله ادري بيك، ادري بسوالفك. زين نرجع نرسم هذا البار، هذا هنا ثابت، هذا بسبب الحرارة راح يجي هنا، وهذا بسبب الحرارة راح يجي هنا، هذا حتى يبقى رجل بار ما يتكسر ويصير هالشكل، واتفقنا راح ينزل لي جوا، إذا راح يجي هالشكل بيناتهم، لأنه إذا ينزل أكثر هذا راح يصير عليه قوة هواية، وهذا راح يصير بيه ماكو قوة، راح يجي ويا كل المسافة مالته، إذا حتى تصير موازنة بيناتهم لازم من هذا شوية ومن هذا شوية، إذا دلتا مالت الحرارة راح تكون لهنا، وبعدين يرجع الباقي بالقوة اللي هي هاي، وهذا دلتا مالت الحرارة لي فوق، وبعدين دلتا مالت القوة لي جوا اللي هي هاي. هسه صارت واضحة؟ نعم دكتور. تمام. بقى عندي سؤال واحد. تبدون أحله لو أنتوا تحلوه؟ والله العظيم دكتور قبطت. قبطت؟ يعني شنو؟ لا لازم اشرح لكم يا، لانه هذا الموضوع حتى انتي من عندك المحاضره الجايه راح ادخل التورشن بعد ما
ما عيد عليهم. عندي هنا بليتا، هاي البليتا شديناها على ثلاث أعمدة من الكونكريت. زين، مساحة كل عمود من ذني الثلاثة 40,000 مليمتر مربع، والطول أول ما شدوه إن كانوا يتصورون إنه ثلاثة نفس الطول اللي هو 2 متر، حتى يجون يخلون حمل مقداره P اللي إحنا نريد نعرف إيش قد هذا الحمل. زين، إجوا تشيكوا الربط مالتهم، شافوا العمود الوسطاني صاير بينه وبين البليتة فراغ مقداره 1 مليمتر. دكتور، نعم، هسه هاي اذا اريد اجيب انه الستاتيكال اندترمينت، هسه ما ادري بعد، بس الدلتا بذن الاضلاع الاثنين اللي برا تساوي الدلتا مال هذا الضلع اللي بالنص زائد الفراغ، مو صحيح؟ تمام، اوكي. زين، يقول determine the maximum allowable force اللي نقدر نسلطها هنا إذا كان التحمل مالت العمود الكونكريتي هو 20 ميجا باسكال الالاوبل، ونعطيني معامل يونغ مالت الكونكريت 30 جيجا باسكال. لاحظوا هنا أكو عندي شرط اللي هو الالاوبل، يعني من اخلي حمل لازم الستريس بذني ما يتجاوز 20 ميجا باسكال. انا شنو الاحتمالات اللي عندي؟ عندي احتمالات اثنين. الاحتمال الاول انه هذني يوصلن للألاوبل قبل ما يصير بيهن ستلمنت يساوي 1 مليمتر ويقوم هذا العمود يشتغل. والاحتمال الثاني لا، هذني من يصير بيهن ستلمنت 1 مليمتر بعدهن ما واصلات للعشرين ميجا باسكال، فمعناه راح يشيلن بعد حمل وبهالحالة راح يشتغل وياهم هذا العمود. لازم نشيك. شلون نشيك؟ نجي نحسب. نجي نحسب. نحسب إذا وصل الستريس بهذا العمود الى 20 ميجا باسكال، ايش قد راح يصير السيتلمنت مالته؟ فدلتا يساوي بي ال على اي اي، البي على اي هو الستريس اللي هنا قايل لي 20، والال اللي هي 2000 متر، والاي 30 جيجا يعني 30 في 1000. هذا الشيء يساوي هذا راح يطلع 1.33 مليمتر اللي هو أكبر من 1 مليمتر. إذن معناه هذا العمود راح يشتغل. زين، إذا هذا العمود راح يشتغل دخلنا هنا بمشكلة الستاتيكالي اندترمينت. ليش؟ لأنه هاي القوة P، لاحظوا هنا هذا راح اخذ كومبريشن
هذا في واحد، هذا في اثنين، وهذا في ثلاثة. المسافة بين الأعمدة ذني هاي أي وهاي أي نفسها من معادلة المومنت راح يطلع عندي في واحد يساوي في ثلاثة. من معادلة الاف واي راح يصير عندي في واحد زائد في اثنين زائد في ثلاثة يساوي بي. بالأحرى راح يصير عندي اثنين بي ثلاثة اثنين بي واحد أو بي ثلاثة اثنين بي واحد زائد بي اثنين يساوي بي. إذا شنو أحتاج بعد؟ أحتاج معادلة من الكومباتيبلتي. معادلة الكومباتيبلتي اللي هي دلتا واحد يساوي دلتا اثنين زائد واحد مليمتر. مو هي هاي اللي انت حكيت عنها؟ نعم. زين، الدلتا واحد هي بي واحد ال واحد على اي واحد اي واحد يساوي اي اثنين ال اثنين على اي اثنين اي اثنين زائد واحد. بس اسألكم سؤال صغيرون، وين تتوقعون القوة راح تصير اكبر، بالعمود اللي بالطرف لو اللي العمود اللي بالنص؟ يلا وين السبع اللي جاوب؟ فوزي ها دكتور طلع راسك واحكي يلا. دكتور اللي بالطرف؟ اللي بالطرف ليش؟ دكتور لأن بالطرف عندنا قوتين. لا لا فوزي، العمود اللي بالنص اكو بيه فراغ، بينه وبين البليته اكو فراغ. اول ما نخلي القوه، القوه راح تتوزع على الاعمده اللي بالطرف، اللي بالنص ما يشيل شيء. نزيد بعد يزيد الحمل على الاطراف، والوسط بعد ما شايل الى ان يوصل التتلمنت اللي يصير بالأعمدة الطرفانية إلى واحد مليم. شو وقت يوصل واحد مليم معناه إنه شايلات حمل، وبعد الوسطاني ما شايل حمل. هسه الحمل الزايد راح يتوزع بيناتهم هم الثلاثة. فأساسا من يبدي العمود الوسطاني ياخذ حمل، الأعمدة الطرفانية هي شايلة حمل قبله، فمنو حمله راح يصير اكثر؟ الطرفاني. زين، اذا الطرفاني حمله اكثر، منو اللي راح يوصل للالاوبل ستريس قبل؟ الطرفاني. اذا هذا راح يصير شنو؟ راح يصير الالاوبل ستريس اللي هو 20. ال L1 2000 وهاي 30000 يساوي ال P2 انا اريد اعرفها في 2000 على
40 ألف المساحة في 30 ألف زائد 1. من هاي المعادلة راح يطلع التي اثنين. بالتأكيد من هاي المعادلة البي واحد يساوي 20 اللي هو الستريس في الأريا اللي هي 40 ألف. هاي راح تطلع شقد؟ هاي راح تطلع 8.5 من 100 ألف نيوتن مون شكل تي تساوي سيجما في الـ A. سيجما هي 20 في 40 ألف A. زين، وبي اثنين طلعناها من هاي. أنا شنو أريد؟ أريد الماكسيموم P. البي واحد هاي، البي اثنين حسبتها هنا، أجمعهن راح يطلع الألاوبل P، واللي هنا أنا طلعت عندي 1.8 ميجا نيوتن. 1.8 ميجا نيوتن. أتمنى هاي يكون واضح. هذا السؤال سهل مو صعب. دكتور أودي أبني جال عدد سين. تمام؟ تمام. نعم؟ خلصت؟ نعم. يعني هسائل أسئلة زينة وحلوة ومرتبة، إذا نجي سؤالين شنو فائدتي؟ يعني سؤالين، إذا نجي أمور المثلثات يعني كلها تشتغل، كلها موجودة من حياتنا الاعتيادية وتشتغل، ليش شنو فائدتي؟ دكتور هذا أحسن والله، هذا فايد. كيف دكتور هذا فايدنا أكثر السؤال. أيوة كيفك أنت تختارها مو بكيفك. هل يفيدنا علينا أكثر؟ هاي عندكم سؤالين، هاي عندكم سؤالين المفروض هوم وورك. أنا ما راح أقول لكم حلوهن وجيبوا لي إياهن، بس هي مطلوبة من عندكم. يعني إذا أجالك شيء مثل هذا بالامتحان لا تقول إحنا ما شايفين مثله. بالأحرى ماكو شيء ما شايفين مثله، يعني الحمد لله والشكر ما خليتكم أنتوا هسه أكو شيء ما شايفيه. مو تمام دكتور كيف كلهم شفتون الحمد لله والشكر، هو هذا المهم. زين هنا خلصت المحاضرة مالتنا وخلص الموضوع مالتنا، يعني محاضرتنا الجاية راح نبدي بموضوع التورشن. الجماعة اللي سألوا على الفيديو مال المحاضرة الأولى نزلت البارحة اللي هو المحاضرة الأولى والثانية صور بفيديو واحد، ومباشر إن شاء الله راح أنزل المحاضرة الثالثة والرابعة مال هذا الموضوع أيضا بفيديو واحد، فحتى بعد ما يبقى شيء ما عندكم فيديو عليه. عندكم سؤال استفسار ملاحظة قبل لا ننهي المحاضرة؟ دكتور الامتحان محدد. الامتحان راح يكون